لا زال هناك بعض المشاهدين يشاهدون هذه القنوات. نعم. انا شخصيا اهلي في العراق لا زالوا يتابعون هذه القنوات، كل ربع ساعه ونص ساعه يجيني اتصال انه انت ليش باقي بليبيا؟ ليش ما تطلع من ليبيا؟ ايش تنتظر؟ حناخذ ردك عليهم. انا مزهر، شو رايك تاخذ انت اتصال سعاد من غريان؟ يلا. استقبل اتصال. اخذ سعاد؟ لحظات. تفضلي اخذ سعاد. مزهر، انا كنت حابه نشكرك بالفعل انك انت كنت يعني معانا في هذه الليلة، بالتحديد الليلة اللي احنا محتاجين فيها لكل صوت، لكل كلمة، من أجل أن نساهم في رفع معنويات أهالينا وأبنائنا وحثهم على الصمود. أيضا كلمة أخيرة لك. حقيقة ولا شكر على واجب، لأنه نحن هنا في ليبيا لأداء واجبنا الإعلامي. نعم. ونتمنى من بقية القنوات أن تؤدي واجبها الإعلامي أيضا ورسالتها الإعلامية من خلال نقل الحقائق. بداية أحب أن أعزي عوائل الشهداء وأعزي ليبيا بشكل عام باستشهاد 26 شخصا من أبنائها، لأنهم أولا وأخيرا أبناء ليبيا. نتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى، نتمنى أن لا يزيد هذا العدد، نتمنى صحوة عربية. يعني لا أعرف ماذا استفاد العرب بعد أن تعرضت ليبيا لهذا القصف وبعد أن سقط هؤلاء الشهداء والجرحى. يعني صراحة أمر مؤسف، وإن كانت المعنويات عالية والحمد لله، وإن شاء الله ستبقى المعنويات عالية. أنا شخصيا باقي في هذا البلد، لن أغادر طرابلس ولن أغادر ليبيا حتى يتحقق النصر بإذن الله وتعود السيطرة كاملة ليد الشعب المسلح وتندحر هذه القوات. إن كانت من كلمة أوجهها لقناة الشبابية، أتمنى لها التوفيق إن شاء الله. أيضا أوجه رسالة لإخواني في الإعلام الخارجي على الدور الذي يلعبوه و تسهيل مهمتنا من المراسلين الصحفيين، حتى القنوات الأجنبية التي ربما تذهب تصور فقط الجوانب السلبية من المدينة، حتى المدينة المحررة لا يصور المظاهرات والمسيرات، مسيرة الأهالي المحتفلين بتحرير مدينتهم من المتمردين، يكتفون فقط بتصوير المدينة أو البنايات المحترقة والبنايات المهدمة ويصفونها على أنها هدمها الجيش بعد دخوله لتحرير هذه المدينة. فالزيف موجود حتى لدى القنوات الموجودة الآن في طرابلس وللأسف الشديد. نعم. أتمنى التوفيق لك شخصيا أنسة هنا، وأتمنى التوفيق لقناة الشبابية، وأتمنى التوفيق لليبيا بشكل عام. إن شاء الله يا ربي سحابة صيف وتعدي، وأتمنى أن تستفاد ليبيا من هذا الدرس. ربما بعض الشباب الليبيين للأسف غرر بهم. نعم. وانخدعوا بالديمقراطية وبالحرية مثل ما فعل في العراق. نحن في قناة الرأي وفي العراق بشكل عام كنا أعرف من غيرنا بأن ما يحدث الآن في ليبيا هو سيناريو فوتوكوبي لما حدث في العراق. بدءا من الفتنة حدثت في العراق فتنة طائفية، في ليبيا حدثت فتنة قبلية بين الشرق والغرب، في العراق أيضا حظر جوي ونشر قوات على الحدود، في ليبيا أيضا نشر قوات على السواحل. في العراق مباشرة بعد قرار حظر الجوي تم قصف العراق في 2003، في ليبيا حدث نفس الشيء. ولكن ما نتمناه بأن ليبيا بأن ليبيا بعون الله تتصدى لهذه الهجمات وتحافظ على استقرارها لكي تكون هي دعما لإخوانها العراقيين في أن يستردوا أراضيهم، وأيضا بعون الله يمتدوا باستقلالهم من هذه القوات الأمريكية. أكيد نتمنى أن يكون ليبيا عراق ثاني. العراق الآن أصبح ضحية وأصبح مثال، أتمنى ألا يتعرض أي بلد عربي لما تعرض له العراق. فقط أنوه إلى كلمة ذكرها الأخ القائد في خطابه الأخير، يمكن نسيتي أن تذكريها، أنه هو ذكر أنه مصالح هذه الدول في البحر المتوسط ستكون معرضة للخطر وللتهديد. يعني بالفعل هذه رسالة واضحة لكل هذه الشعوب التي يعني احنا نقول تحرشت بليبيا، يعني تجرأت على أن تمس ليبيا بالقصف وتعرض للمدنيين. الآن خلص يعني حانت ساحة الصفر، دقت ساعة العمل، دقت ساحة الزحف، إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. إن شاء الله يا ربي ثورة إن شاء الله يا ربي. على فكرة مزهر، أنا حابة نشكرك بالفعل، وفخر لنا أن نحن عندنا أخوان عرب لازالوا هم متمسكين بمبادئهم وبعروبتهم وبالقومية العربية. حابة نقول لك أنا ما نسيتش أني يعني نذكر هذه النقطة، ولكني لأني حنخرج فاصل وحنرجع لكي أنوه على هذه المصالح، وأيضا أناشدكم وأناديكم لي بالفعل عمل بمثل ما قال زميلي مزهر بأنه دقت ساعة العمل. هذه الكلمة التي تم استغلالها بشكل هزيل جدا من قبل القنوات بأنه دقت ساعة العمل لخروج النظام، نحن سنستخدم هذه الجملة بطريقة فعلية بعد ما نرجع من الفصل. أرجوكم كونوا معنا.